خلينا برضو نروح لملعب المباراه ونشوف ايضا واحد من نجوم المباراه حمدي فتحي هيقول لنا ايه مع كريم احمد. معاك يا كابتن اسلام شاطر، كل مشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. واحد من النجوم النهارده يمكن حمدي فتحي ادى دور اكثر من رائع النهارده في اول مباراته. يا كابتن حمدي ببارك لك النهارده على الاداء الاول، كان في اصرار وتركيز باين عليك من البدايه، وكمان فوز مهم جدا امام فريق مصر المقاصه. بتشوف النهارده المباراه ازاي وايضا كمان ادائك المميز ده يا كابتن؟ الحمد لله طبعا على المكسب، مكسب كبير طبعا. كنا بنلعب فريق كبير وكنا مركزين كويس جدا من ساعه ما رجعنا من السفر، واحنا مركزين لفريق مصر المقاصه، عارفين انه عنده لعيبه كويسه، ومستر لصارتي بصراحه يعني جاب لنا كل نقط القوه عندهم ونقط الضعف، وعرفنا الحمد لله نلعبهم، والحمد لله يعني احنا دوسنا عليهم من الاول وخلصنا الماتش حتى في الشوط الاول، يعني الحمد لله. يعني الانسجام وقصه الانسجام دي خلاص ان احنا نسيناها، بنشوف حمدي بيشارك بشكل مميز جدا، حسين بيشارك بشكل مميز جدا. قول لي سر الانسجام السريع ده، هل نقدر نقول استقبال لعيبه النادي الاهلي ليك وتدعيمهم الكبير مع الجهاز الفني، ولا بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن حمدي؟ دي حقيقه، يعني دي حقيقه بصراحه، يعني اللعيبه الكبيره على طول بتتكلم معانا، وكلنا يعني كلنا مجموعه واحده، يعني ما فيش فرق بين جديد وقديم وكبير وصغير بصراحه. يعني الكباتن الكبيره بصراحه يعني مجمعين الفرقه وكلنا بصراحه مجموعه واحده، يعني فربنا يكرم ان شاء الله يعني الفتره الجايه ونحقق حاجه كبيره النادي الاهلي ان شاء الله وجمهور النادي الاهلي. ابرز التعليمات اللي قالها مستر مارتن ليك والكابتن يوسف الكابتن سيد ركزوا معاك عليه قبل المباراه، لان كان واضح ان في تركيز كبير قوي منك يا حمدي. اه طبعا، يعني هم حتى اتكلموا معايا قبل الماتش وقالوا لي بدايه موفقه يعني ان شاء الله، وفي الاول كده العب السهل والحمد لله، يعني ربنا كرمنا النهارده، والمهم بس ان احنا حققنا الثلاث نقاط. جمهور النادي الاهلي منتظر منكم كتير يا حمدي، انتوا وكل اللعيبه والنادي الاهلي، الاول وحشك الجمهور طبعا ان يكون متواجد في المدرجات. اه دي حقيقه بصراحه، ان شاء الله خير يعني الفتره اللي جايه، وبقول لهم ان شاء الله يعني الفتره الجايه تكون احسن من الفتره اللي فاتت، وان شاء الله دوري النادي الاهلي ان شاء الله. حمدي الله يبارك فيك، شكرا. سامي بنشكر اكيد حمدي، يمكن واحد من النجوم النهارده حمدي فتحي، واحد من نجوم النادي الاهلي. الحقيقه يمكن الكل النهارده كابتن اسلام كان على قلب رجل واحد، اداء اكثر من رائع.